بعد أن ظل مغفلا لأشهر، ها هو سوق الدوون أحد أكبر الأسواق الشعبية بترهونة، يعود معلنا عن عودة الحياة للمدينة التي كانت مختطفة لسنوات. لا الحمد لله، بالنسبة للسوق الخضرة المطلوبة والاستهلاك اليومي متوفر، الحاجات اليومية وحتى الكماليات، الفواكه متوفرة، الموز، التفاح، الحمد لله. ترهونة تعود من جديد والعود أحمد، والعائلات هنا تتسوق وتقضي حاجياتها في أمن وأمان، بعدما كان الظلم والاستبداد من قبل عصابات الكاني والساكت ينشر الخوف في نفوس أهالي المدينة. لان كانوا زي ما قلنا عايشين في ضغط، في رعب، في عمليه ارهابيه، وين ماشي وين جاي، اخش ولي ارجع، فكانت هذا الناس هذا وضعهم يعني. لكن الحمد لله الحياه عادت من جديد الى هذا السوق، وشفتواكم الحمد لله الزحمه واقبال الناس على هذا السوق. الحياه تعود شيئا فشيء، وفرح سكان ترهون لتوفير الجهد والوقت للذهاب لمناطق المجاوره الذي كان عاملاً مقلقاً لدى المواطنين. فهل سترى ترهون وقفة جادة من قبل الحكومة لعودة كافة المؤسسات بها بعد تحريرها من قبضة حفتر؟ إسلام الأطرش، ليبيا الأحرار، ترهون.